أنه لا ترضى وتسامح بسهولة أبدا، لأنه كل ما أخطأ في حقك واحتاجك أو أحتاج حاجة معينة أو مصلحة معينة منك وبدأ يجي يراضيك وأنت سامحته، يتصير أنت سهل بالنسبة له. خلاص هو يعرف أنه أنا بخطأ في حقك وأغلط في حقك وأشتمك وأضربك، لكن أقدر أراضيك وأخليك تسامحني لأنك سهل. لذلك إذا أخطأ في حقك لا ترضى، اجلس يوم يومين أسبوع لا ترضى، خلي يتعب معاك، يتعب عشان يراضيك، ما ترضى بسهولة. طلع روحه عشان بس أنت ترضى. ليش؟ لأنه أساس لما بعدين لما يفكر أنه يخطأ عليك أو يغلط في حقك لا يتراجع. ليش؟ أنه يعرف أنه من الصعب أنك ترضى مثل السابق، ومو سهل أنك تسامح. فهذه نقطة مهمة.